أول تعليق للنظام الجزائري على الوساطة الموريتانية بين المغرب والجزائر. خلال المباحثات التي جمعتها بونو ولد الشيخ غزواني على هامش زيارته الأخيرة للجزائر، قالت مصادر محلية أن الرئيس الموريتاني سيلعب دور الوسيطة بين المغرب والجزائر لإنهاء الأزمة الدبلوماسية المفتعلة من طرف واحد، لكن مصدر جزائرية نفى أن يكون الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ غزواني الذي أنهى مساء الأربعاء زيارته إلى الجزائر دامت 4 أيام وحظيت باهتمام واسع قد عرض الوساطة بين الجارين المغرب والجزائر. وقبل فترة قصيرة من زيارة الرئيس الغزواني إلى الجزائر، رجح أن تلعب نواكشوط دور الوساطة بين الجزائر والمغرب على خلفية الأزمة الحادة وانقطاع العلاقات بين البلدين أو تنقل الرسائل السياسية بين قيادات البلدين. ونقلت العربي الجديد عن مصدر دبلوماسي جزائري قوله إن الحديث عن وساطة موريتانيا بين الجزائر والمغرب هي من قبيل التخمين السياسي. عشية زيارة كل مسؤول عربي إلى الجزائر نسمع الحديث نفسه عن الوساطة، وجرى ذلك أيضا عند زيارة وزير خارجية السعودي قبل أشهر، مضيفا أن مسألة الوساطة في الوقت الحالي غير مطروحة بالنسبة للجزائر ومن المبكر جدا الحديث عنها بحيث لم تتوفر أي ظروف لشيء من هذا القبيل، وخاصة أن الرباط ماضية في مواقفها وخياراتها التي تعقد العلاقات أكثر، كما أن مسألة الوساطة محسومة بالنسبة للجزائر. ووزير خارجية رمطان لعمامرة كان قد أعلن بكل وضوح رفض الجزائر لأي وساطة في هذا الصدد، ولم يطرأ ما يمكن أن يغير الموقف الجزائري وفق قوله. تجدر الإشارة هذه ليست المرة الأولى التي تعرض فيها موريتانيا دور الوساطة بين المغرب والجزائر، حيث سبق لوزير خارجيتها اسماعيل ولد الشيخ احمد خلال شهر غشت الماضي أن عبر عن تأثره بما آلت إليه العلاقات بين البلدين المغاربيين. نشكركم على حسن المتابعة.